الجهاز معا بروح رياضية. تحياتي لكم إخواني وأهلا بكم في هذا المباشر برنامجكم تاكتيك على أوريزون تي في اللي كنتلقوا به خلال الساعة ودائما بصفحات نعلمكم بالساعة اللي كنتلقوا بها وكنتشرفوا بحضور الحاج محمد بن ناني وجه معروف منخرط في المغرب الفاسي لسنين وعضو مكتب مسير مع مجموعة من الكاتب داخل فريق المغرب الفاسي وما يستحسن فيه هو انه ما عندوش مشكل يدوز للمعارضه الوقت كيشوف ان الفرقه ديالو ما غاداش هي هذيك ولو يكون مع المكتب في البدايه. اهلا الحاج محمد بن ناني. اهلا وسهلا واهلا وسهلا بالدار الكرام المتابعين برنامج تاكتيك مع الاخ محمد امين. شكرا على الحضور. وغنرجعوا من بعد الوجود ديال المغرب الفاسي والتواجد ديالو هذه مساله عاديه. في المواضيع ديالنا حصه اليوم بطبيعه الحال مع الحاج محمد بن ناني وغيلتحق بنا من بعد ان شاء الله سي محمد موجه باش نشرحوا اكثر. ثم في الجزء الثاني غيكون على اتهامات هنا وهناك الاتحاد الافريقي واعضائه واعضائه هل هي حرب مصالح؟ غنشرحوها مزيان. تسريبات واستعمال صحفيين في نشر مجموعه من الاتهامات خطيره وهادشي شفناه من مجموعه من المواقع وبعض الصحف ثم بعض الوجوه الاعلاميه. هل تساهل المغرب في التعامل مع مجموعه من الاتهامات في السابق؟ وهذا ما تكلمنا عليه في السابق قبل مع عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي اللي كان تهمه مادة فيها واحد واش وصلنا لكلامنا ديال اليوم اللي تم نعيشه اليوم اتهامات التحكيم مرة أخرى هاد المباراة كانت بمكناس أمام أنظار العام قيل كلام خص تفسير لأن ما قيل فهم بطريقة خطيرة المغزى ديالو نحن لا نتهم ولكن نلتمس توضيح في هذه المسألة لأن تجي دخل الشك في أنفس الجماهير والمتتبعين ومحبين كرة القدم ويؤثر على سمعة كرة القدم المغربية طريقة باش تفهم الكلام لما أنا لا أؤول ولكن نقول كيفاش تفهم الكلام تصويب إلا سمحتي الحاج محمد بن ناني في حلقة يوم الجمعة بزاف لي كومونتير تكلموا معي على واحد البرنامج كنحضر له سي أسامة ما نذكرش هو ماشي يذكر سميتي ما نذكرش هذا احتراما له. أولا بالنسبة للأستاذ اللي كان حاضر فمن طلب التدخل سويت اون كونفرساسيون بيني وبينه في الواتساب هو سي نور الدين الهشامي هو راه حي كيسمعني اش كنقول لما صيفط لي مسائل قلت له واش بغيتي تدخل مرحبا قال لي مرحبا وشخصيا شفت راسي دفاعا عن الشخص لان بالنسبه لي ولو يقدر يكون خطا هادشي اللي درت ممكن مهنيا انني اخطات بطريقه ديال كيفاش نتواصل في الموضوع ولكن القصد كان عادي وما بغيتش نشخص المساله قلت او دير الشخص المعني بالامر اذا بغيتوا مثلا انكم ديرونجيتوا من المساله راه عندكم الفريق ديالو ويمثلوه وكاينه الجامعه في شخصي الجد الاخلاقي يعني انه يمثلوا فريق مثلا باش ما نشخصش وبالنسبه لي راه داخليا راه كنت تلك قضيه حمايه صديق كانت عندي بالنسبه ليا وباش نشخص المساله يمكن فهمتوا خطا يمكن تعاملتوا مع الموضوع بطريقه خاطئه بدون نيه سيئه هذا شرحي للموضوع فقط لان النيه حسنه للتعامل الموضوع السي نور الدين الهشامي راه حي يرزق وله جميع المعطيات يمكن ياكد او ينفي هذا الكلام هذا فقط تصويب بالنسبه للسي اسامه قال السي امين يمكن كيبغي يدير الخاطر هنا وهنا انا ما تنظنش هذه مساله خايبه وراه هو كيقول لي ديما هذه القضيه بينه وبينه حتى كشخص يمكن كي غيفهم يقول امين منافق واحد يقول راه امين دبلوماسي كل واش كيقولها غير بالنسبه لي انا ما كنشوفهاش خايبه بانني نخلي السي محمد بن ناني ولو ما نتفقش معاه بخاطره ونخلي السي خالد فرحان ولو ما نتفقش معاه بخاطره ماشي بنيته كننافقوا راه غير عارف ما نتفقش معاه ولكن هكذا كنشوف الامور ما اظن هذه المساله خايبه ولكم كامل التوضيح وما عنديش بالعكس انا السي اسامه راه ذكرنا قبيله وذكرنا عاودنا ذكرنا وهنأته على واحد التدوينه دارها في الفيسبوك في الصفحه ديالو على الشرح المفصل ديال البوليميك ديال لاكاف اللي كانت مؤخرا والتسريبات لان عطى افكار مرتبه وعطى افكار جميله جدا وهنأته قلت لي برافو على الافكار ديالك مرتبه اللي عطاتني كذلك بزاف ديال المواضيع كيفاش قدرنا ناخذها اليوم بكل صراحه هذا فقط تصويب ونسد هذا القوس. حاج محمد بن ناني اهلا بك صراع ضاري كاين هذا العام في الدوزيام ديفيزيون انا كنت اتوقع ذلك لان دابا بزاف الناس كي داروا محمد يطالع قبل الوقت لان في شخص رئيسه اللي غير حيت فقط عندوش ما كندوش على انا كندوك على الصوره ثم بدا هذا الصراع الماس كلشي كل عام تلعب الصعود هذا امر طبيعي الشعار ديال الاستجامعي لما جا ما عندوش
ما عندوش مهمه اخرى غير المصلحه بالنسبه لي هذا السي الجامعي كرئيس. ثم الراك اللي دخلت هذه السنه بقوه، وراه حسابيا راه باقا وداد تمارا على بعض، انا كنبدا حسابيا خلي شنو غيوقع من بعد. انما قبل ما نرجعوا لذاك الموضوع، كل اسبوع تنسمعوا شي فضيحه في الدوزيام ديفيزيون على التحكيم، للاسف انه ما وقع بليز مكناس صعب شرحوه في اتهامات كلشي سير كيتشرح. اش عطيني لي بروسيدور اللي داروا الاداره دالماس بعد ما سالت المقابله؟ تفضل الحاج. اول حاجه السي محمد هو ان المريض الرياضي الفاسي ما كان الطبيعي في الوطني الاول، وحنا الان تضر كره القدم الوطنيه لمصر دوزيام ديفيزيون، تضر اسماعيل الجامعي لا المرنسي ولا اي واحد ولا مروان بناني، كلشي كان عنده السمو ديالو هو ان المغرب الرياضي الفاسي تكون في القسم الوطني الاول هو يلعب على الصعود. حنا بيني وبين كنلعبوا كره القدم ما ردي البال لا للشباب المحمديه ولا للراك ولا النادي السالمي، لان حنا عندنا كل الفرق سواسيه. اذا كان شي واحد داير في مخه يدير المغرب الفاسي بان راه ما كيحارب غير الطواحين كما كيقولوا، لان التاريخ ديال المغرب الفاسي كيشفع عليها باش يكون دائما في قسم الوطني الاول. ما ينساش شي واحد اللي بغى يحارب المغرب الفاسي، المغرب الفاسي راه حاصل على اربعه ديال البطولات، اربعه ديال البطولات وعندها سبعه ديال المرات وصيف ديال البطوله، ولعبت 12 نهائي ديال كاس العرش، حاصل على اربعه ديال الكؤوس والهزمات في ثمانيه. وما ينساش بان اول فريق في المغرب، اول فريق في المغرب اللي لعب كاس فرنسا اللي كانت اول الفرقه اللي كتاهل منه بشمال افريقيا هي المغرب الرياضي الفاسي، اللي كان اللعابه اللي عندهم تاريخ واللي مات فيهم الله يرحمه واللي باقي بالحياه الله يطول في العمر، كالصادقي بن زاكور رئيس الجامعي علال خربوج الضبار، واللي كان المدرب ديالهم انا ذاك المختار شنتوف. التاريخ ديال المغرب الفاسي تاريخ كبير، بغاو الناس خصهم يقراوه، راه خصهم يفتحوا عليه كتب وكتب وكتب. المغرب الرياضي الفاسي تعرف بان هي الفريق الاول في المغرب بعد المحور ديال الدار البيضاء الرباط في الالقاب. هذا الشيء ما خصش انسان، ولكن اللي ولينا كنشوفوا اليوم الا كان جا الناس ما عندهمش التاريخ هذا وما عندوش، انا الفرق الكبرى راه كتبقى دائما كبيره. والتاريخ راه ما كي مش كيفنا الماس كبير، ما عرفتش انا ما بغيت نعرف ما تحلش. لا حيت كاين دابا ولاو كاين شي ناس، ما نكذبش عليك، كاين شي حكام ولا كاين شي ناس كيجيو يحقروا الماس، بغيو يحقروا الماس في فاس، لان هادشي اللي وقع نهار الماس ما خصها تحقر لها فاس ولا هادشي دابا هادشي ولا واقع ولا كنعيشوه. كنشوف اش عانينا هاد السنه من الحكام، راه داكشي اللي داروه الجابين. انا نقول لك كلمه واحده، هاد الناس دابا هادو مثلا حنا السي فوزي القجع مشكور لان النهار اللي كان الجامع مع 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 الحكام، فاش كان الجامع مع المديرين ديال التحكيم وكان الجامع مع اللجنه المركزيه ديال التحكيم، قال لهم الله يخليكم اي فريق شكا لكم جاوبوه. وعدد ديال الفروق ملي الرؤساء ديالهم كيهدوا بالاستقاله ولا بهذه كيجاوبوهم. حنا كتبنا لهم راسلناهم في المقابله الشهيره ديال النادي السالمي، ما جاوبوناش. راسلناهم في مقابله اشهر ديال مع شباب خنيفره، ما جاوبوناش. هذه المره الثالثه عاود راسلناهم وكنتمنى هذه المره يجاوبونا، كنتمنى هذه المره ما جاوبوكمش على الاولين، ما جاوبوناش. واش حنا فريق اذا كان هما في الذاكره ديالهم غير معترف بنا؟ حنا راه الفريق المعترف به وحتى دوليا، راه الفريق اللي مشى جاب سوبر كوب جابوا من تونس، جابوا من ملعب راديس ضد الترجي. الا كانوا هاد الناس راه خصهم يحلوا الذاكره ديالهم، ولا بغينا نلعبوا كره قدم نظيفه، حيت انا قلت لك انا ما كان انا الراك الله يعاونهم الناس اللي هما ربوا في الطلوع وعندهم وطلعوا بكره القدم وطلعوا بمسائل النزيهه لهم ولا المحمديه ولا اي فريق في القسم الوطني الثاني، الله يعاونهم. حنا ما عندناش مشكل، حنا تصور يستحيل ان كل شويه شحال ضربه جزاء تصفروا ضدنا حنايا، وحنا ولو ضرب جزاء حنا ثلاثة أربعة خمسة ما عندهمش مشكل، كيتغاضوا عليهم الحكام. علاش؟ ما عرفتش السبب شنو هو. كما قلت لي أنت، حنا دابا في نهار جاب هاي الشكاية راه كيشوفوها الناس اللي درتوا الأخرى. تفضل الحاج. حنا اليوم هذيك المقابلة جاب الله أن كانت منقولة الفازيين. لا أنا غنرجع معاك الماتش، أنا خليني غير في النقاط اللي راه ما كاين حتى مشكل الاخوان. بالنسبه للقضيه متولي، راه هي قضيه ديال شخص مشهور اللي هو السي محسن متولي، ما بغيتش نحملها فوق طاقته. راه كتبت واحد التدوينه شخصيه، قلت لهم الله يخليكم
خوف الخبر لعدم تأويل الخطير، لأن تأويل ديال المسألة يقدر ديما احتقان. حنا ما عارفينش شنو هي ملابسة القضية، واش كان تعمد أن حلوا ليه دوك البولونات ديال الطوموبيلة، ولا كانت من هما هاد الأشخاص، شنو هي الخلفية ديالهم، شكون هما، كيفاش، واش كانت خلفية سارقة، واش انتقام شخصي، واش خطأ، واش واحد كيسحب ديك الطوموبيلة واحد، راه الله أعلم. ما نعطيوش المسألة فوق التأويل ديالها، وليس موضوع للنقاش، ونفتحوا فيه النقاش ونقول هذا الحاج محمد بناني ولا نعيطوا ونناقشوا. ما نعطيوش الموضوع اكثر من طريقته. الامن دابا راه واخد المسائل ديالو وانتهى نقاش بهذه المساله. خلينا الحاج الله يخليك في هذه القضيه. الماس دابا راه هي فوراتي مزيانه، مشيتوا قومتوا الاختلال اللي كان في الاول، حميتوا المدرب ديالكم في الديبار، ما جابش الله معاه، ما درتوش، جبتوا مدرب دار نتائج مزيان. انا غادي نرجع، سمح لي نرجع كل المدرب للسي سامير يعيش. سي سامير يعيش راه كان ضحيه التحكيم، كنقولها وكنعاود نقولها 10 المرات، كان ضحيه ديال التحكيم، لان دار العمل اللي صعيب. الا كان ضحيه التحكيم صعيب، كان ضحيه، لا جميع الماتشات يكون ضحيه التحكيم. كان واحد جوج مقابلات اللي هما مهمين، لان لما تكسب فيهم بزاف النقاط كون حنا في ذاك الوقت ديال سمير يعيش كون حنا في المرتبه الاولى. لان ملي كيكونوا مقابلات، حنا الغريب في الامر، علاش هاد الجناد المركزي ديال التحكيم ما كتجاوبناش؟ علاش المديريه التحكيم ما كتجاوبناش؟ وحنا راسلناهم بثلاثه، راسلنا الجامعه، وراسلنا المديريه ديال التحكيم، وراسلنا الجهه المركزيه ديال التحكيم. الا كنا حنا فريق غير معترف فيه، قلنا ودي راكم نتوما فريق غير معترف فيه. شنو كاين؟ وهادشي وما تخش بالظلميه الماس هادي، وخصنا جواب، خصنا علاش ما كيجاوبوناش؟ علاش كل الفرق كيجاوبوهم؟ هذا الحكم خطا في حكم، لا هذا الحكم، لا داكشي اللي حتى حنا جاوبونا. ولكن دابا اليوم انا ما كنطالبش يجاوبوني، انا كنطالب اليوم يفتحوا تحقيق. اليوم راه حنا كنطلبوا بالتحقيق، لان داكشي ما فها به الحكم على حسب ما فهم، ماشي ما شوف كيما فهم. انا نعطيك شي معك ابعد من الحارس، هما الحارس، هما الحارس، انا بغيت نفاسي صراحه الجزاء. لكن كيفاش كنت اشرح لنا؟ نشرح لك. الاخ امجد ابو جد الله راه في الصفحه الفيسبوكيه ديالو اتصل بجلاجيين، قال له الله يخليك دابا داك الكلام اللي قلتي. قال لي لا راه ما سمعتوش كلام كامل، رغم ان الكلام راه تسمع كامل. قال له انا ملي احتج عليا هذاك المدرب السي بلمسعود ديال وداد فاس، قلت لي علاش ما احتجتيش عليا على جوج ضربات جزاء ما سيفليتهمشك، واحتجتي عليا على شروط. هذا راه ديما السي امجد راه في الصفحه الفيسبوكيه، لان راه في الصفحه ديال السي امجد كلشي كيعرفوا بانه واحد صحفي وانسان مقتدر وانسان نزيف الكلام ديالو ما خصناش، وراه في الصفحه ديال السي امجد اللي بغى يدخل ليها يدخل ليها. الا كنت السي كتعترف بانك حرمتي الوداد الفاسي من جوج ضربات جزاء، هذا راه المنكر هذا، لان حتى الوداد الفاسي راه فريق عريق وفريق حتى هو تيصارع من اجل الصعود. الا كنتي حكمت، انا ما فهمتش كيفاش غيكون قالها للمدرب ديال الوداد الفاسي. لا هو ما خصوش يدخل كاع في هذا، لا انا ما فهمتش، لا هكذا ولا هكذا، هذا انا بحاله صعيبه. اذا كانت بهذا المفهوم كما هكا، انا راه ما فهمتش كيفاش هذا السيد جلاجيد يقولها للمدرب اللي كيحتج عليه على شروط، يقول له راه حيدك جوج ضربات جزاء وما احتجتيش عليهم. في الحقيقه زعما هادشي راه خاطئ، الا ما كانش زعما بينه، الا ما كتفتحش تحقيق في هادشي، لان حنا ولينا كل اسبوع ولينا كنسمعوا زعما هادشي نوازل، هادشي ديال التحكيم، هادشي راه خاطر، عمرنا ما كنا كنسمعوا به. الله يا ودي فين ايام سعيد بالقول؟ الله يا ودي حنا تنقول لك صافي غيكونوا، لا ماشي بهذا الشكل. لا سمح لي، راه واش كيكون في هذا الشكل؟ لا حيت هذا الشيء راه ولا خطير وفاضي هذا الشيء، حنا ولينا كل اسبوع على كون كانوا بهذا الشكل عادي، كون بات لي عادي غنقول كنجي معايا الحلقه وكون معايا دابا. حتى انا بات لي مساله صعيبه، ما تقبلتش الهضره كيفاش اولات، وانت انا ما فهمتش بكل صراحه. سوا يقول له وداد فاس حرمتها بجوج ضربات جزاء، هذا الشيء ما مفهومش. سوا المغرب الفاسي هذا هو، هذا الشيء ما كيدخلش العقل وما انما اللقطات المجرده. الله يخليك، بغير هذه الصوره كتعطي ديال الكيزه، هذه بينانتي، هذه الصوره كيشوفوا مع الناس، هذه بينانتي وبينانتي. وشوف الحكم شحال قريب، ومتر ونص ولا جوج متر، وهذا الحكم فين كان كيشوف؟ فسر لي، انا بغيت السي جلاجيين يفسر لي هذه، يشوف ضربه جزاء ديال 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 الكيزه حدا خطفوه بالشمال كما كيقولوا بالدارجه ديالنا حنا، وبالشمال وضربه جزاء الاولى، ثلاثه ضربات جزاء اللي حيد المغرب الفاسي في الدقيقة 13. هاي الشمال من صفحة ماسكوت، ها هي ضربة جزاء، ها هي شنو هادي أمام الحكم؟ هادشي شنو بغينا نشوفو أكثر من هادشي؟ هاد الحكم شمن مبرر غيبرر؟
حاجه واحده انا نقدر نقول اذا كان هذا الحكم ما كيشوفش هذه الحالات هادو انا بالنسبه لي حرام ياخذ شاره دوليه وحرام يمثل المغرب اذا كان حاكم بهذا الشكل لان غيسئتل المغرب لان ما غيسئش غير لراسو فهذا الشكل هكا هذا الحاكم اللي مشى مثل المغرب راه غيسئ المغاربه كاملين لان حنا كلشي المغاربه كانوا مع الوداد البيضاوي ومع الفرق ديالنا ملي كيتظلموا بالتحكيم وملي شفنا شنو دار بينا كاز اسمو هذاك الحكم الافريقي اش دار كازا اعوذ بالله مش تراجي ملي تحكم الوداد في كاساما وشفنا الحاكم المصري شنو دار الوداد هنا وكلشي كان مع قريش اش دار الوداد وكلشي كنا كنقولوا ما خصش التحكيم الافريقي يكون كيما هكا الا ولا نشوفوا حنا هذا الشيء حكام مغاربه وعندهم شاره دوليه بهذا الشكل واش هذا الشيء كيدخل العقل هذا الشيء كيقبلوه واش هذا الشيء منطقي هذا الشيء هذا نعم لا انا بغيت لان الحمد لله شي راك اليوم راه الحكام يبقاوش غالطين راه جاب الله هذه المقابله منقوله راك كنت تشوف المقابلات اللي ما كيتنقلوش راه افضع واش هذا الحكام اذا كان ما مسوقش للتلفزيون ولا الاذاعه انا كنت سي محمد كنت صنت لي احدى المحطات الاذاعيه وكنت فرج الماتش وكنت فرج ليها وكنت صنت ليها في الراديو كنت داير السماعات في ودني وكنت صنت واستنكروا استنكار من غير التلفزيون اللي عاود هذوك الاعادات ديال ضرب الجزاء استنكروا حتى الهدف اللي سجلته الوداد الفاسي راه محل شروط راه روتور دورجو كما كنقولوا لا بالنسبه السي موجع يشرح لنا الحالات يشرح لنا الحالات باش نتصلوا بالسي موجع دونك شكوى هذا الماتش علاش ركزات الشكايه اللي بعثتوا بها اللجنه المركزيه والمديريه التحكيم تفضل الحاج راه على الحال لا شنو هي واش قلتوا خصني تفتحوا تحقيق واش اتهمتوا الحكم بانه قال كلام خطير اشنو هو اللي كلشي يفتحوا تحقيق لان الكلام اللي راه خطير إذا كان لصالح الواف خاطر ولا صالح الماس خاطر في جميع الحالتين خاطر وأنا لا أظن بأن لصالح الواف لأن حتى ذاك المدرب ضحك لا أنا كان أولو أنا عندي حق الأول لا ما يمكنش ما يمكنش أول غنقولو في اتهام أنا ما اتهمتش أنا راه كلام قالوه واش أنا قلت لا كلامه صعيب في التوجه لا ودابا كنقول لها شي واحد إلا اتهمتو بشي كلام اللي ما قالوش لأن أي متفرج أي ولا واحد نحتملو التأويل نحتملو التأويل سي محمد الله يخليك صعيب تأويل نقولو راه قال ليه أنا ما عطيتش عرفتي شنو كيقولوا دابا جمهور الماس تيقولوا راه الحكام قال ليه أنا راه ما عطيتش الماس جوج بيلانتيات علاش ما دويتيش عليه دابا هذا هو التفسير اللي تخدع هذا ما يمكنش صعب 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 الماس كتقولوا راه شي سمعتو هادشي سمعتو هو على حسب الصفحه اللي قلتي السي ام جي كيقول لهم لا انا راه قلت ليه علاش ما دويتيش على البيلانتيات اللي حيدت لك دابا انا معاك انا معاك في كلا الحالتين انا معاك اذا كانت السي جلال جيد كيقول واش هل يعقل وراه من حاج دريسو الله يخليك وراه الناس تبارك الله راه دابا عصر دابا صعيب اتهام خطير هادشي يا سلحاج وانا ما اتهمتوش ماشي انت هو تهم راسو خطير خطير صعيب وخطير ليه هو ماشي ليا انا صعيب شويه لا صعيب واش صعيب عليا انا قلت هاد الهضره لا واش هاد الكلام قلته انا ولا قلتيه انت ولا قالوا راه هو فمه هو اللي صرح به نعم نعم الا كان من صالح الواف راه خاطر ولا كان صالح الماس راه خاطر في كلا الحالتين راه خاطر نجاوب واحد الاخ غريب امر انا في قضيه حسوني رجع مزيان الفيديو قلت انا هذه الصوره ما عنديش الحقيقه وهذا الشيء كذا الا كان صح خصني تاكدوا منه ومن بعد كانت عندنا معطيات اخرى وقلت انا ماشي ما غاديش ندخل لهذا الموضوع الوحيد اللي قلتها الله يجازيكم بخير ما كاينش عندنا ديربي في حاله الاعتداءات او الحدث الجرمي هذاك ديال انه الا حلوا الرويض بطريقه متعمده راه ارتكاب او فعل جرمي لان كل سيد كان يقدر يمشي سيتعرض له ولا اسرته الى خطر جسيم واقع صعيب دونك يمكنش نجي نفتي ونبدا نقول لهم كذا وهذا وانه انا ما عنديش هذه المعطيات الشرطه خدات بزمام الامور غادي تستمع الاقوال ديال الشهود ديال المعدي بالامر غير كاين الكاميرات راه دابا الزنقه كامله والشارع كله فيه الكاميرات وغادي يجيبوا الجونات او للفاعلين او للمتهمين ومن ثم غادي يبانوا المعطيات انا خصني نبقى في الخبر لان المساله ما معهاش اللعب وسمح لي يا اخي ما معهاش اللعب ما غاديش ندير لك خاطرك باش نربحك نقاط نفسيه على انني نوض احتقان ولا شنو بين الجماهير لسبب ما عنده حتى معنى الله يجازيك بخير شويه العقل ونتعقلوا شويه راه هو الحاج قدامنا راه مصاوي وعنده وليدات وداديين وهذا وعنده عائله رجويه وكنت عايش معاهم عندي مدام رجويه مثلا وشنو والله مدام رجويه وهو مصاوي وكنت عايش وكنا وليداتي شي وداديتي شي مصاوي وهذا شوف كره القدم راه رياضه اكزاكتومون كره القدم علاش حنا كنشوفوا دابا يقدر هو دابا راه هما ناقمين على الحكم سجين يقدر يتلاقى مع الزنقه ويسلم عليه وهذا هو اللي انا معليش حنا هو كيدوي على الحكم في المقابله لا في المقابله فقط حنا السي محمد اسمح لي باش نشرحوا اكثر
معنا السي محمد الموجه الخبير التحكيمي، كنشكروه انه معنا. انا السي موجه. اهلا وسهلا الاخ محمد امين، تحيه ليك، تحيه للسي محمد بناني وكذلك للمشاهدين الاوفياء. خلينا نعترف باننا انا امام حاله مركبه صعبه. انا سي خالد حراق والله ما جاي الرابحه، انا الحاله مركبه اللي ما بغيتش. حنا امام حكم باقي صغير، امام كلمات صعب خدات تاويل، وامام لقطات خصها شرح تقني مزيان. انا بعين مجرده بانوا لي كاين واحد جوج ضربات جزاء، هذا عين مجرده ديالي يقدر يكون خطا. ثانيا امام كلام غير مفهوم نقلاته القناه الناقله، لان كان الماتش ما كانش فيه جمهور، وتسمع واحد الكلمات ما عرفناش شنو هو المعنى ديالهم. هاد الكلمات خذوا تاويلين. التاويل الاول انه قال مثلا هذاك المدرب ديال كذا علاش ما دويش على البيلانتيات، حتى ما عرف شنو هو شنو كيقصد له في هذيك اللقطه. بالنسبه للناس الماس كيقول كيقصد البيلانتيات ديالنا، بالنسبه للناس الوافتي كيقصد، وهنا دخلنا كاملين. فشنو هو الشرح اللي تقدر تعطينا هذه المساله اللي هي مركبه معقده، وانا كمحمد امين ما بغيتش ناخذوا فيها طرف من غير مسائل تقنيه اللي هي الحكم. اما المسائل الجزريه دابا كيطالبوا بها الناس الماس اللي تقدر تكون حقهم صعبه، لان امام حاله ماشي سهله سي محمد موجه. طبيعه الحال محمد امين، وغير باش بغيت نوضع في الاطار واحد المساله اللي هي اساسيه واللي ولينا كنشوفوها. اعتذر سي محمد موجه. السي خالد الله يخليك، سي محمد بناني خصو يسمع اش كيقول سي محمد موجه الا سمحتي، الله يجازيك بخير، تفضل سي محمد موجه. واحد المساله بغينا باش نطرحوها للنقاش. انا ما فهمتش، انا عندما كيتحتج واحد الفريق على قرارات تحكيميه كينوض الفريق الاخر المنافس ديالو كيكون معاه، هو اللي كينوض يبرر، هو اللي كينوض يدافع، وكيولي كانه هو متهم. انا ما فهمتش هذه المساله، وربما شفتها السنه اللي مضات ملي كانت المواقع في الديربي، نفس الديربي مع الحكم الرحماني، ناضوا بعض الناس ديال المغرب الفاسي كيردوا على الوداد الفاسي. دابا كنشوفوا بعض الناس ديال الوداد الفاسي كيردوا على المغرب الفاسي، وكذلك شفت انا بعض الحالات التحكيميه. انا بالنسبه لي لا فريق تحتج على حكم، إذا حتج على حكم راه من حقه يحتج على المسؤول. سي موجه. نعم. بقى معنا الله يجازيك بخير. ريتما السي خالد يصلح هذه المساله هذه، لان مشى لي الصوت. انا لا السي خالد بقيت كنسمعوك مع السي محمد موجه. نقرا بعض التعاليق. تحيه للبرنامج، شكرا محمد امين، وما عطيتيني رايك في بلانتيات نهار سولناك على اور جو درتي لنا. لا ما درتش خاوي في عمره، قلت لك صعب الشرح ديالو هو مركب. بعد السي الموجه اعطانا الشرح ديالو، هاد الحالات هادو واضحه، اليد ممدوده والعرقله واضحه. ما عندي انا قلت لك رايي الشخصي فقط، ما قلتش الشرحي التقني. التقني هو قانون، والقانون لا ما كنضبطوش انا ديال التحكيم باش نجي نفتي، تعطيك رايي الشخصي. وغيجي عندي سي موجه يقول لي لا ها تقنيا كذا، ها الماده كذا، ها التصويب كذا، فقط هذا هو المساله هذه باش نكونوا واضحين. دونك مساله المظلوميه الله يجازيكم بخير، طلعوا شويه الفران امان في هذه المساله، هذه القضيه هذه طلعوا الفران امان وحيدونا من المظلوميه. رانا هنا ما غندافع على رجاء وداد، ولا كندافع على الخبز وليداتي فقط، هذا هو اللي كاين باش الناس تفهمها. تندافع هنا على القناه ديالي اوريزون تي في، وعلى الماده اللي تنقدم. ما عندي مصلحه لا مع رجاء ولا مع وداد ولا مع الماس ولا مع مكناس ولا مع طنجه ولا مع، ما عندي مصلحه. عندك مصلحه مع المصداقيه. الله يخليك صحتك، ما عندنا مصلحه مع حتى واحد. ملي كنت كندافع على السي زياد كيقول لي عندك ما علاقه، تنقول له ودي راه ما تنعرفوش. انا تندافع على مشروعيه الرجل في انه جاء وعتق الرجاء من السكته القلبيه ودار كذا، راه ما تنعرفش ذاك الشخص، تعرف راه واحد اي سي زياد، راه ما تنعرفوش. فقط انا لا انزعج السي محمد كريم، السي محمد مروان يونس، انا غير تنقول لك هاد الضربات الجزاء اللي كيبانوا دابا هاد الماس هما حاجه اللي باينه. غنحاولوا نرتبطوا بسي محمد. سي محمد موجه. اهلا وسهلا الاخ محمد امين. كتسمع دابا الحاج؟ كتسمع السي محمد موجه؟ سي منعم غتصبر معنا واحد 5 دقائق السي منعم اذا سمحتي، وغادي نتصلوا بك. ما كتسمع شيء؟ كتسمع شيء؟ اذا سمحتي السي خالد صلحنا هذا العطب الله يجازيك بخير، لان السي ما كيسمع شيء. السي سي محمد بناني باش ناخذوه معنا ويدخلني معنا، غادي نحاولوا. كيقول لي السي منعم، السي منعم الامكانيه ما عنديش، لان لوريات فيها مشكله باش نسمعوا بجوجنا سي محمد موجه. الو سي موجه. وي سي امين. ما كان الو كتسمع دابا؟
كنسمعوا من اللي نسمعوا دابا ونشوف سي موجه عاود اشرح لنا الله يجازيك بخير باش نفهموا كاملين تفضل. انا غير قلت لك انا نطرحوا واحد القضيه للنقاش ما فهمتش انا ملي كيروا تحت شي فريق على التحكيم اولا كيحاولوا يوجه رساله للمسؤولين كيرد الفريق المنافس ديالو كيرد كيرد عليه اولا كيرد كيجاوب عليه اولا كيفسر عليه. وانا بالنسبه ليا هذه راه مساله اللي هي خطيره جدا لان مادام انا من حقي انا غادي نحتج ولكن لا اتهمك انت الفريق المنافس ديالي كتلعب معايا. انا كنهضر مع القرارات التحكيميه وكنهضر مع الجهاز المسؤول باش غادي يمكن لي نضمن الحق ديالي ونضمن هذوك. وهذه مساله ولات شائعه واللي كتعطي واحد الاحتقان في الوسط الكروي ديالنا وكتخلي حتى واحد التشنجات وكنوليو كندخلوا في المعيور وكندخلوا في الرد والرد المضاد. نعم سي محمد سي محمد سمح لي الله يخليك. حنا بالعكس حنا الحمد لله ملي بسالت المقابله حنا والناس ديال وداد فاس تسالمنا تعانقنا. حنا بالعكس حنا ما عندنا حتى مشكل مع وداد فاس وحنا ما تهمناش وداد فاس ابدا. حنا ما قلنا لا لا ماشي ماشي قلت لا السي محمد ماشي قلت لك انا هذا قلت لك انا كينوض يردوا الفروق على الفريق الاخر. لا لا ما سمعتيش كينوض كيرد وكيبقى يجاوب. قال لك اودي ما خش الوافد تجاوب دابا على المراسلات ديال الماتش جاوب على المراسلات ديال لان من حق الوافد تحتج لينا الوافد السنه اللي مضات من حقها احتجت على القرار ديال حسن الرحماني. هاد السنه حنا كنشوفوا نفس السيناريو كيتكرر. انا بالنسبه لي عندما احتج انا ما كنتهمكش نتايا انا كنهضر مع القرارات التحكيميه وكنهضر مع الجهاز المسؤول على التحكيم اللي كنهضر معاه وبالتالي انا دا كنكون انا ما محتاجش انه باش يفسر لي واحد اخر باش يدخل معايا في التشنجات. هنا كنشوفوا كيدخلوا بعض الفروق كينوضوا كيجاوبوا في هذه المساله. طيب. بالنسبه لي هذه مرفوضه وغير مقبوله. امام حاله تقنيه ام امام حاله مركبه تستدعي تحقيق؟ واش امام حاله تقنيه لتقصير من حكم تقصير تقني تقديري أم أمام حالة استدعاء تحقيق لأن ما تناقلته وسائل التواصل عبر اللقطة اللي دازت في التلفازة تحتمل تأويلات خطيرة سي محمد موجه؟ لا أنا غير باش نهضر معك في واحد القضية سي محمد أمين والوسط التحكيمي وهذا كنا لا أشك في نزاهة ديال جلال جيد من الحكام الشباب صراحة تقال اللي اجتهدوا بواحد الشكل كبير وتطوروا بواحد الشكل اللي هو ملفت للنظر في السنوات الاخيره. نعم. وكيبقى هو الاول ديال لابروموسيون ديالو لابروموسيون ديالو اللي كانت هو الاول ديالها هو اللوريا ديال البروموسيون ديالو. وهذه المساله الثانيه هو ما تنساش بانه ماشي ما كندافع على هذا ولكن كنعطيك معطيات. عندك معطيات ما عندها مشكل. اللي غايبه غايبه على الناس غايبه على الناس ما تنساش بانه جلال جيد راه في نهار الاربعاء والخميس راه كان في تطوان في التجربه ديال الفار وقاد مقابله تما كيدير التجربه ديال الفار وكتلقى التعب سي محمد امين ديال السفر راه كاين عنده الدور كبير التعب ديال السفر التعب على جهه واحده صعيبه سي موجه التعب على جهه واحده صعيب. التعب دابا اللي شافوا الجمهور هو انه فقط استهدف فريق المغرب فاسي التعب هذا هو اللي انا لا لا شوف انا كنعطيك معطيات لان تقدر تكون مساعده لنا باش نفسروا ما وقع. انا لانه راه تحكم راه بشر راه الانسان عنده واحد الفتره ديال الراحه ديالو ولكن انه هنا في هذه السنه انهم الحكام كيعتبروهم بحال داك العسكري كيقول له هز حوايجك دابا نصير دابا نصف هذا. راه الانسان راه عنده ظروف ديالو عنده حياه خاصه ديالو راه بزاف ديال الحوايج والحكام كيعيشوا هذا الضغط وراه خير دليل على ذلك راه شفنا رضوان جيد كيفاش جا من السودان ومباشرة طلب منه باش يمشي للوطزم المقابلة مع الوداد رغم أنه مراهق وعاش ظروف نفسية اللي هي صعيبة لقى عائلته مثلا فأنا شفت الحوار ديالو مع عائلته لقاها في واحد الوضعية اللي هي متأزمة من الناحية النفسية وكيفاش عاش داك اللحظات الرهيبة اللي عاشها مع الجيش السوداني في الأرضية ديال الملعب ومع ذلك كلفتيه يمشي يقود لك المقابلة بدون ما تراعي هذه المسائل وأن يكون وقعات شي حاله ديال هذاك احنا غادي نفسروا بهذيك المساله ولكن قدر الله انه المقابله مشات بالشكل اللي هو طبيعي وما وقعوش فيها حالات ولكن هذه المسائل ما كنرجعوا لها سي محمد امين حتى كيوقعوا لنا هذه الحالات عاد كيمكننا باش نقلبوا على التفسير. اما ملي كتكون الامور سي محمد اسمح لي لا قطعتك الله يخليك دابا حنا غندخلوا في شي حوايج وداك الشيء اللي معنا حنا كنسولوا على انا بعدا ك 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 كواحد المسؤول داخل المغرب العربي الفاسي انا عندي سؤال بسيط انا هادشي ديال كان كيعطي معطيات لا ولكن هذا المعطي اسمح لي لا دابا انا المعطيات المعطي دابا انت سولتي على واحد التركيبه السؤال هو ديال داك الكلام اللي فاه به لا بغيت تعمل تاويل واش كاين حنا بغينا واخا من غير هادشي كاين ثلاثه ضربات الجزاء ماشي واحده
نسول الخطأ واسمح الله يخليك دابا اسمح الله يخليك السي محمد. انا هذا الحكم اللي غيخطأ وغيكون متعب غيكون في كلا الجهتين ماشي في جهه واحده. مثلا غيكون مثلا خطأ في حق الواف شي حاجه في شي ضرب جزاء غنقول لك واحد التركيبه الله يخليك السي محمد الله يخليك انت تبارك الله خبير تبارك الله معترف به نزيه وتبارك الله عليك عندك واحد المصداقيه اللي ما نقدرش انا مثلا ولا غيري اللي غادي يناقش فيها. انا شفت وحده اللي اخطر من هادشي كامل كاع ضربت خطا ديال خضرو في الدقه 13 ياك هذيك ضربت خطا. المهم كيكون هذاك كيكون داك الحائط كيكون على بعد 9 الامتار على ما عرفت ياك وكي ويلا وباش وكيوضع هذاك سميتو دابا اللي ولات سميت هذاك سبرايز ديال الكره تحطو فين كيوقف مخاخ واخا ملي ضرب كره السي خضروف هو اللي قام بالتنفيذ ديال ضربه خطا. هذاك اللاعب الافريقي اللي في وداد فاس قريب تتميتو تعرض للكره وتعرض لها بيدي ماشي حتى برجلي ولا بصدرو. دونك ها هو اول حاجه ما احترمش الحائط. ثاني حاجه في ثلاثه الامتار كان على الاقل ملي ما علنش على ضربه جزاء يعيد ضربه خطا باش ما نضيعوش الوقت باش ما نضيعوش الوقت. دابا واضح كلامك انت على حق على حساب ما وقع في المقابله والسي موجه دار مدخل تيقول دار الحكم كان عيان بالنسبه له كشرح تقني راه ممكن يحتمل. انما اللي ما تنتفهموش حنا علاش الاخطاء واش انت كتفق كمحلل بان مشات في اتجاه واحد. تفضل السي محمد الموجه. انا غالبا ماشي انني اعطيت المعطيات لانه اللي كتغيب على المسؤولين وعلى الفرق اللي ما كيعرفوش الظروف ديال الحكم ماشي انا كندافع عليه باش انا غندافع عليه خصك تدافع عليه. ملي كتعطي هذه المعطيات لابد تجي لانه بهنا التركيز لان باش غنجيو للحاله كيفاش دار الكلام ديالو مع هذا وكيفاش تشنج وتعصب لان حتى كاين داك المرافقه الذهنيه وداك الاستعداد الذهني ديال الحكم كيخليه لهذاك لان شفنا رد الفعل ديالو لان جات في الدقيقه 87 فاش غادي يمشي توجه للمدرب ديال فريق وداد فاس هو باش انه يقنعوا لانه حتى في لي ديريكتيف ديال الاتحاد الدولي كل ما لقى الانسان ينقص من الهضره كل ما كان انه افيد ليه السي محمد ما كيضيعش الانرجي ديالو وما كيتفوج بكلمات اللي ممكن تاول ضده. هنا هذا المساله هنا انه هو الحكم في الكلام ديالو اللي غادي يهضر ديالو غيقول له مالك ما حد لان هنا هو اللي مطالب باش يفسر الكلام ديالو هو الامام المسؤولين ديالو يقول لهم شنو قصد داك الكلام حنا واخا غادي ناولو اولا غادي نمشيو في هذا الاتجاه اولا في هذا الاتجاه حنا ولكن هو ما خصش هذاك الكلام يتقال بهذه المساله بالخصوص سواء كان مع وداد فاس او كان مع المغرب الفاسي الكلام في الاتجاهين ما عن كيدينو كيقول لهم مثلا قال لهم راني ما صفر جوج ضربات الجزاء او على ما حتجش على ضربات الجزاء سواء كانوا هنا ولا كانوا هنا راه الكلام راه كيدير الحكم في ذاك المساله هكا. وبالتالي انا بالنسبه لي كل ما لقى الحكم انه ينقص من الهضره وانا بالنسبه لي هو اللي مطالب باش يعطي تفسير للكلام ديالو يمكن يستدعيوا الاجهزه كحالات تقنيه. هل ظلم الماس ظلما كبير في هذه المقابله؟ انا غادي نعطيك الحاله التحكيميه كامله تقريبا ديال 6 ديال الحالات التحكيميه اللي كانوا في المقابله ولا 7 وغادي نشرح لك كل وحده على حده باش يمكن لنا هذاك. كانت الدقيقه 90 السي محمد امين كانت سونتراج من الجهه ديال اليمن ديال فريق المغرب الفاسي ومنين ضربات الكره في الارض كانت غادي تدوز لعند اللاعب الوكيلي واللاعب المدافع ديال فريق وداد فاس كيعترضها باليد اليسرى ديالو بالتالي كاينه لمسه يد متعمده وكاينه ضربه جزاء. كانت دقيقه 23 ماشي 13 اللي كيهضر عليها السي محمد الناني واخا سمح لي دقيقه 23 23 هي ديال لومير اللي غادي يخرج اللاعب الافريقي من لومير وغادي يعترض الكره ديالو. اذا هذه خصها تدخل ورقه صفراء للاعب. نعم هذه خصو يعاود يدخل ويعطي ورقه صفراء للاعب اللي خرج من لومير. لا لا غير بلاتي غير نفسر لك هذه المساله هكا. هنا لان بعض الاخوان كاينين بعض الصفحات اللي ردوا عليا في هذه المساله وقال لك بانه كان خصو يعاود ضربه الخطا. هنا المشرع كاين عندنا واحد القاعده في الماده 12 السي محمد امين كيقول نص المشرع كيقول لك عندما يرتكب لاعب خطأين متتاليين نعم يعاقب الخطا الاكثر جسامه. باش الناس اللي ما يفهموش نحيلهم يمشيو للماده 12 راهم غادي يلقاوها. لان هنا الخطا ديال عدم احترام المسافه القانونيه والخطا ديال لمس الكره باليد متعمد ان الخطا بالنسبه لي الاعاده ما غيستافدش منها الفريق اكثر من اللي غادي يستافد من ضربه خطا مباشره او ضربه جزاء. وبالتالي هنا الخطا الاكثر جسامه
هو لمست اليد ولا كاينه ضرب جزاء مستحقه في الدقيقه 23 كاينه الدقيقه 51 وهي الهدف اللي غادي يسجل فريق وداد الفاس. الهدف سليم وما فيهش حتى شي تسلل، واللاعب اللي غادي يقيس الكره راه واقف في نفس الخط مع المدافع ما قبل الاخير، وراه الخط ديال 16 متر و50 كيوضح هذه المساله وكيحسم فيها. وحتى التموضع ديال حمزه الناصري الحكم المساعد الثاني كان متموضع بشكل جيد وكان مركز مع الحاله ديالو، ما كاينش فيها تسلل. كانت الدقيقه 57 مطالبه فريق وداد فاس بضربه جزاء، مدعين انه اللاعب الراقي لمس الكره باليد ديالو. في الاعاده كيبان بانه ضربات في البطن ديال الراقي من الجهه اليسرى ديالو، بالتالي ما كايناش لمسه يد متعمده. كانت الدقيقه 81 هي لمسه يد ديال المدافع ديال فريق وداد فاس اللي جر الكره ديالو مع المقدفه المهاجم، وبالتالي كاينه ضربه جزاء ثالثه اللي هي مستحقه لصالح فريق المغرب الفاسي. دقيقه 87 اللي غتجيب داك الاحتجاج واللي يحتجوا الناس ديال المغرب الفاسي على اساس ان لمست اليد داخل منطقه الجزاء، من الاعاده كتبان بانها خارج منطقه الجزاء والحكم كان متبوطع بشكل جيد. السؤال المطروح هو انه كانوا هادو كلهم لمسات يد هنا والحكم كان كلهم متموضع بشكل جيد وكانت الزاويه ديال الرؤيه ديالو واضحه. هنا يا اما باش نمشي نعطيك بالوضوح، كاين خلل في الفهم ديال لمسه اليد من العمد من غير العمد، او لا بالنسبه ليا الحكم وشاف هذه المسائل وعنده التقدير في دماغه وما بغاش يصفر ضربات جزاء في هذه المساله. هذه ضربات جزاء تحرم منها يجي الخلاصه للمغرب الفاسي في هذه المقابله. ثلاثه ديال ضربات جزاء اللي كاينين في هذه المقابله تاثير خطير على مجريات المقابله بطبيعه الحال. هذاك ربما تعيدنا للسيناريو ديال السنه اللي بدات، راه كانوا ثلاثه ديال ضربات جزاء في نفس المقابله. سي محمد انا في حقيقه انا دائما كنوجه لك التحيه وكنتمناو يكونوا عندنا ناس نزهاء في الشرح فحال الشكل ديالك، لان كنعرفك اول حاجه هو فاوي 100%، وانا كنحترم الواف وكنحترمك انت كمحب للواف كما كتحترمني انت مساوي ومحب ديال الماس، وكما كنحترم انا جميع المحبين ديال الفرق الوطنيه المغربيه. واللي كيعجبني فيك السي محمد واللي كيحاول يحييك ماشي غير انا، جميع جماهير المغربيه كتحييك على النزاهه ديالك وعلى الصدق ديالك السي محمد. ثلاثة ضربات جزاء إذا كتقييم للمقابلة، إذا اعتبر المغرب الفاسي بأن الحكم، أنا كنسولك دابا، أثر على نتيجة المقابلة، هل اعتباره أو لا تعبيره أو لا خلاصته المقابلة هي على حق اسم الموجه؟ لا، بطبيعة الحال أنه الحالة التحكيمية واضحة وباينة في هذه المسألة، ومن حق الفريق باش يسلك المساطير ديالو. ولكن هنا السؤال المطروح، لانه الفرق انه المديريه ديال التحكيم او اللجنه المركزيه ديال التحكيم كتجاوب اللي بغات وما كتجاوبش اللي بغات. هنا السؤال مطروح، الا ثلاثه ضربات جزاء ما يمكنش ما تجاوبش فريق لعب. هذا هو المطلوب في هذه المساله. نتمنى ان يكون هناك الوضوح، لانه عندما تجيب الفريق راه اللاعبين الحكام كيستافدوا من دوك ملي كتعطيهم التقدير ديال الحاله وكتعطيهم شنو وقع، باش انهم ما يمكن لهمش يوقعوا فيها مستقبلا. انا بالنسبه لي كنت كنتمنى انهم كما وقع في المقابله ديال برشيد كانوا ثلاثه ديال ضربات جزاء اللي تعلنوا في ذاك المقابله وكانوا كونتيستي. نهار الاثنين صدق بلاغ وكان اجتماع بالسكايب رغم انهم كانوا الناس غير متواجدين بمدينه الرباط ووقعت القيامه، وهذا انت دابا انه يمكن انهم استافدوا بالواقعه ديال تيازي، او لا ديال تيازي كانت فيها ظروف خاصه وكانت فيها حيثيات اخرى، يمكن المغرب الفاسي يتوفر على نور الدين باش يهدد بالاستقاله ويتم يترونشيو فيها اليوم الاثنين يترونشيو في هذه المساله. هذه كلها حيثيات اللي في الموضوع. نتمنى انه المراسله تكون بشكل اللي هو لابق، تكون بالصيدي ديال الحالات التحكيميه وتكون مفسره من الناحيه القانونيه للجهات المختصه، وتكون انه باش ياخذوا الاذن صاغيه ويجاوبوا المسؤولين على هذه المساله، باش ما يمكنش يبقى دائما غنبقاو مستمرين حنا يالله في البدايه ديال. سي محمد بناني عنده اخر سؤال لك السي محمد موجه، تفضل سي محمد. سي محمد الله يخليك، بغيت نسولك واحد السؤال بسيط بما انك انت خبير تحكيمي الحمد لله. دابا حنا المغرب ديال الفاسي حنا في المنطقه ديال الشمال الشرقي ياك، ودابا حنا دابا الاكثريه ديال الحكام اللي كيجيونا فحال دابا السي جلال جيد من عصبات الدار البيضاء الكبرى ياك، وحنا عندنا المنافسين ديالنا اللي هما الراك والمحمديه.
واش منطقيا حنا دائما يجونا حكام من مدينه الدار البيضاء؟ راه كاين الجنوب، كاين قصب التادله، قلت كاين قصب التادله، كاين عصب الدكاله عبده، كاين ديال المنطقه ديال الجنوب، كاين بزاف ديال العصاب. واش حنا بالضروري يجينا انا حكام حنا من 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 عصب الدار البيضاء باش يحكم، وعندنا منافسين ديالنا اللي هما الراك والمحمديه؟ انا معاك سي محمد في هذه المساله، انا هما المسؤولين ديال المدينه ديال التحكيم واللجنه ديال المركزيه ديال التحكيم انهم ياخذوا هذا المعطى بعين الاعتبار، اولا باش انهم يحيدوا الضغط على الحكم اللي كيكون من نفس ذاك المدينه، ممكن يتلاقى مع 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 الفريق ديالو ولا اللعابه ديال الفريق ديالو لوندوما ديال المقابله. المساله الثانيه درءا للشبهات، المساله الثالثه درءا للتاويلات، وكل ما من شأنه ان يخدش مبدا ديال تكافؤ الفرص. ان هنايا باش كيكون عندك تصور وكتكون عندك استراتيجيه ديال العمل، هنايا انا كيمكن لك انك تجاوز هذه المسائل، وكاين عندك لو بلانينغ ديال المقابلات باش يمكن لك انك دير. ولكن الناس ديال داك اللي كيعيشوا ضغوطات هما براسهم، كاين ما كاينش الانسجام بين اللجنه المركزيه والمديريه ديال التحكيم، يعني حتى في الاجتماعات ديالهم كل واحد كيجتمع بوحديته من هذه الواقعه ديال التيازي اللي تورطت فيها المديريه في هذه المساله، ولاو كيجتمع كلها بوحديته، فما يمكنش ان جهاز ما كاينش الانسجام بيناتو كامل، وانه غادي يمكن يخدم هذه المساله، وبالتالي انه كيحاولوا يدبروا اليومي بشكل اللي هو المتسرع، وبالتالي هو اللي كيخليهم يطيحوا في هذه الاخطاء ويطيحوا في هذه الهفوات. فكاين حكام اللي في التراب المغربي ممكن ناخذوا من العصاب كاملين ونيفيتيو الحكام ديال فاس على المقابلات ديال المحمديه وديال الراك، وكذلك الحكام ديال الدار البيضاء على المقابلات ديال المغرب الفاسي اللي كيتنافس معاهم كما قول لكل مثل كم حاجه قضيناها بتركيا. ولكن انا بالنسبه لي في هذه الظروف اللي كتكون هما براسهم عايشين ضغوطات، ممكن كيحسوا بانهم قرب الاجل ديالهم كيخليهم ما يمكن انهم يطيحوا في هذه المسائل. تحياتي السي محمود. محمد كنشكرك على الشرح ديالك الكامل المشمول، تبارك الله عليك السي محمد وشكرا. شكرا شكرا. حسب سي محمود جات ثلاثه البلانتيات ف كل صراحه ما بقات انا شو انا ما مثلا واحد انا مثلا يقول لي مثلا يقول لي مثلا هذا الحكم جابوه مثلا ما عندوش استعداد نفسي، والحكم خصو يحمي نفسه، يقول له انا ما عنديش استعداد باش نحكم هذه المقابله لان راه مضغوط عليا، ويلا جيت البارح ولا جيت اليوم، علاش الحكم يدخل في هذه المتاهات؟ باش ما عطاوش المساله تاويلات اكبر، لانني ما شي كان وليت كنسمعوا واقيلا غير ثلاث بين ما عرفتش ما سخوشي الراس هذه المساله ديال ثلاث بينتيات. دابا جانب واحد توتا فيها تساؤل، خاص السي جيد اللي كنحترموه سي جاري يجاوب على راسه، والمديريه تجاوب تقنيا غير تقنيا، اما التحقيق يقدر ديروا اللجان الخاصه بالجامعه. تنحيوا السي منعم مقدم اللي غيدخل معنا في النقاش. اهلا السي منعم، الصحفي والناقد زميلنا منعم. تحياتي السي منعم. الو امين. مرحبا امين، مرحبا بالاستماع. مرحبا، يمكن طولنا شويه في هذا الموضوع اللي شائك. لا لا الموضوع شائك. مرحبا بالتأويلات، ولكن راه صعب صعب التأويل اللي خدمت مرحبا بالأخ. صعب. مرحبا بالاخ منعم وتبارك الله عليك، وتا هو راه عنده ما يتقال في هذا الشيء. طبعا انا كيسمعني سي منعم. كنسمع كنتفضل تفضل تفضل سي منعم. انا المداخله ديالي نقدر نبرزها ان سي منعم ما كانش محتاج باش يعطي واحد التقديم مغربي فاسي لواحد من اعرق الفرق الوطنيه، ورافقته انا شخصيا وتعرف سي منعم لواحد 17 و16 سنه منذ الصعود ديالو على عهد السي سعد قصبي، وكنت مواكب لهذه المباريات ديالو كلها في فاس وخارج فاس. المغرب الفاسي المكان ديالو الطبيعي والصحيح هو القسم الوطني الاول. النقاش اللي كان خصو ياخذ نفسي امين في هذا الاسبوع هذا ماشي التحكيم، كنا كنتمناو نتفرجش ذاك المباراه من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90، كانت مباراه جميله ديربي من المستوى العالي، وكانوا في جوج ديال الحوايج اللي شاده غير طبيعيه، هو انه ما ملعوبش في المكان ديالو في المدينه ديالو اللي مدينه فاس، وقبل يكون هذا اخر ديربي غيتلعب في فاس في البطوله، لان غنتمنوا الصعود ديال واحد الفرق ولا جوج فرق يطلعوا، يعني ما غنقدرش نشوفوا ديربي العام الجاي الا في لاكوب دي ترون. ثاني حاجه الحضور الجماهيري اللي ما كانش، وانا تبعت الحضور ديال الجماهير ديال المغرب الفاسي في التنقلات ديال القنيطره ولا الحسيمه، وفقد ديربي واحد الخصوصيه كبيره. النقاش تحول من الديربي اللي تهجر واللي تمنع منه الجمهور ديال الفريقين الى ولينا كنهضروا على واحد ديباي، وانا تبعت انا ذاك لاكسون تبعتها وشفتها، اللي ساهم فيها هو ان ربما ذاك لاكسون ديال الحديد ديال الحكام مع المدربين تيكون في جوج المباريات، غير هو بان المباراه كانوا قرابين للميكرو وكانوا بمحاذاه الشرط وما كانش الجمهور، خلى ذاك الصوت يتسمع وتخلى ذاك التاويل، وتبعت انا ليزانترفونسيون ديال السي بناني ولا المسؤولين ديال المفرده الزعيم ولا غيرهم، من حقهم
تيشوفوا راسهم مستهدفين كانوا مجموعه من الاخطاء. انا تابعت الحركات وشفت واحد لا من فلاغرو الشاب العين مجرد يعني في المباراه هذه وجهه نظر ديال المتواضعه. واش مقصوده ما مقصوداش هنا فين كني كنضيفوا هذا الشيء اللي قالوا في ثلاثه ديال البينالتي كنوليو في حاله مركبه صعيبه منين كيولي مركبه كومبليكس اللي كومبليكات هو التصريح ديال جيد بارك باش كان كيتحاور مع المدرب ديال الوداد التاسي خلى الشبهه وخلى التاويل ومطالب دابا باش يوضح شنو قال شنو كان القصد ديالو شنو كان بغى. اما المغرب التاسي فهو فريق ربما انا شفتو فريق اللي وجد الميكانيزم ديالو مع السي الجعواني اللي دار واحد واحد لو ديكليك اللي في المستوى. انا شخصيا تنقول لك زعما ماشي كنتمنى واحد سعيد جميع الفرق لا المحمديه لا الراسي لا الخميسات ولكن المغرب الفاسي بدرجه اولى فريق القاد واحد من لوكوموتيف ديال الكره الوطنيه. انا تنقول لك كنتعاطف معاه بشكل كبير باش يرجع للقسم الوطني الاول في اقرب وقت. وهذا العام تنشوف بان هذه فرصه الى بعد فغادي تعدل مستقبلا فرصه من ذهب. نتمنى من القيمين على الشؤون ديال الكره الوطنيه يرافقوا ويواكبوا ويشوفوا ماذا يحدث في القسم الثاني لان مجموعه من الفرق تتمشي للمجهودات ديال السودان. باش ناكد لك السيد الناني اللي تيهضر على الاحتجاجات انا غندعمو غنقول ليه انا كصحافه كنتوصل مجموعه من الردود الفعل ديال المديريه يا اخي شنو فيها؟ فيها تيعترفوا بتواجد اخطاء الحكام توصلت ببلاغ كيقولوا بان هذا الكيت ديال الكيت لا ما دايرش الكيت انا ما دايرش الكيت فضيت ولا واضحش مزيان مزيان دابا تفضل سي مولاي توصلت مراسلات تقول بان الهدف ديال اسفي ديال الوداد اللي تسجل على اسفي تسلل هذا مديريه رده ردوا المراسلات وصلنا بها في الجامبير وما تنبغيوش نخرجوا هذا الشيء للفتنه في ان الهدف ديال المغرب التطواني كتعترف به المديريه بانه هدف التعادل مع الرجاء هدف صحيح ولكن هذه الاعترافات شنو كتستفد منها الفرق؟ هذا هو الاشكال هذا هو الاشكال. وكنلقاو مثلا بان ملي كتعترف بان هذا الحكم ارتكب خطا واحتسب هذا البيت اللي ماشي هدف او انه هذا الهدف اللي ما خصوش يكون كيتعين الحكم الاسبوع المقبل. ما هنا كتطرح سؤال يعني امور غامضه ما الجدوى من هذه المراسلات وعلاش ما كيجاوبوش على الاحتجاجات ديال الانديه كما ديال المغرب الفاسي وعلاش كيجاوبوا واحد الفئه بسرعه وواحد الفئه اخرى تيتجاهلوها. الامور انا تنقول لك هذا العام هضرت بيني وبينك امين قلت عام غريب لا على مستوى البرمجه لا على مستوى القرار ديال التحكيم لا على مستوى واحد الاشياء غريبه جدا. ونتمنى من المسؤولين الكبار اللي كيقودوا القاطره ديال السير ديال الكره يدخلوا يشوفوا شنو كاين لان رسول الله للدروات ما بغيناش نكونوا في خط مستقيم ما يكونش من بعد تكافؤ الفرص ما بين جميع الانديه. نعم ونتمناو السي منعم ما نكونوش بهذه التصرفات كنجنيو على كره القدم الوطنيه لان احنا بالتصرفات رانا خادين في واحد المنحدر اللي هو خطير لان كل اسبوع اللي كنشوفوا كما قلتي احتجاجات ديال على التحكيم وهذا الشيء ولا بالواضح وربي سبحانه وتعالى جعل واحد السبب داك المقابله باش ما يكونش فيها الجمهور. ربي سبحانه وتعالى كيدير شي اسباب لان ما كيعلم على القدره الله غير حتى شي واحد وربي يجعل ديك المقابله تكون بلا جمهور باش يتسمع الصوت ديال السجل الجيد. وهذاك الصوت ديال السجل الجيد حنا ما بغينا يوضحوا لنا لانك الا كان ظلم وداد فاس راه ماشي معقول ولا كان ظلم المغرب فاسي راه ماشي معقول وانا اللي كيبان لي راه الظلم راه باين في من جهه لان الحمد لله كانت الرياضيه نقله المقابله وكانوا بزاف ديال السمو المهم داك الشيء راه كاين باين روح الشمس في نهار جميل كما كيقولوا. نعم خطير بانه نبقاو ساكتين على هذه القضيه لان التاويل صعب. انا كنعاود نقول الجامعه الله يجازيكم بخير اللجنه المركزيه ما قدرتش تحمل مسؤوليتها وناشد رئيس الجامعه والناس اللي معاه الله يجازيكم تحمل مسؤوليتكم وعيطوا على اللجان الخاصه وقولوا ديروا خدمتكم اتصلوا بالحكم وقولوا يعطيكم التوضيح الكتابي ونشروه. ماذا عنا لاننا امام باب تاويلات وتاويلات غتاخذ منحه اخر دابا وفي الحقيقه حنا راه يمكن انا نقول لك انا نقول لك الواقع اللي كاين دابا اليوم يمكن المغرب فاسي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي القضاء. لا صعب التاويل صعب يكون صعب ولا ماشي لا صعب حنا بغينا تحقيق. علاش وداد فاس تظلم في جوج ضربات جزاء؟ علاش؟ حنا ما نقولوش المغرب فاسي. علاش وداد فاس تظلم؟ امين تفضل ابو نعيم. هذه القضيه ديال القراءه حنا راه كنا كنتفرجوا في الاوروب وكنشوفوا مباراه كلاسيكو وهذه تستحضر هذه الحاله راه كاينه يدخلوا لها الناس يشوفوها في اليوتيوب. لاكسيون اللي كان ماركا سواريز اللي كان كوفرو على فاران قراوا القراءه ديال الشفاه ما بين الحكم ديال لاسيستون والحكم ديال الوسط وقال له كاينه فالطه وتشافت وكمل الحكم لاكسيون وتحاكم عليها الحكم على حركه الشفاه. كان بالك هذا خطاب مسموع
ما كاينش حركه الشفافي حدا هادشي. علاش السي منعم سمح لي قطعتك، هادشي علاش كنقول انا حيت السي الاخ السي محمد ما قبلاش مني، كنقول لك نقدروا نمشيو حتى للقضاء حنايا. ما قبلتش ما قبلتش منك، كان سيروا القضاء. لا 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 حيت حنا بغينا تحنا انا سيروا القضاء، انا ما بغيتش لان لان السي محمد الناري. لا 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 ما دوزتش هذه، الله يخليك. ما دوزتكش انت. لا 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 ما تشوف القضاء سير غير ما ندوزش تهديد في برنامج ما يكيد كيدير. افهمني افهمني، انا كندير خدمتي، انا كندير خدمتي، انا نقولوا ما غنمشيش اسيدي سير القضاء وانا ندير الخبر. سي محمد لا ما عنديش تهديد. لا ما فهمتينيش، انا كنقول لك اللي كاين هذا الواقع. انا ما عنديش مشكل اي واحد وحسن في القضاء، كنقول لك هذا الواقع. انا ما كنقولش تهديد، لان كما قال الاخ منعم دابا حنا دابا اليوم ملي كنشوفوا هادشي، لان المغرب الرياضي الفاسي باش يعرفوا الناس كما جميع الفروق. حنا هنا اش كنقولوا؟ سي محمد الله يخليك، غنكمل الله يخليك. اش بغيت نقول انا بعدا؟ جمهور المغرب الرياضي الفاسي، المغرب الفاسي عنده واحد الجمهور اللي عريض، اللي كيتعد بالملايين، واللي كيضحيو معاه بالغالي وبالنفيس، واللي كما قال السي منعم حيت حنا ما بغيناش ناخذوا واحد الحيز كبير من البرنامج ديالك. المغرب الفاسي هاد السنه كتقاسي، عنده جوج ملاعب، عنده مركب لا تناقش. ما لعبناش في الملعب ديالنا، ورغم هذاك الشيء حنا كنقاصيو. وكما شاف كل شيء، كما عارف كل شيء بان المغرب الفاسي المسؤولين ديالها ولا المسيرين ولا الرئيس ديالها في شخص اسماعيل الجامعي والاسره ديالو ولا المكتب المسير قايمين بواحد العمل جبار باش المغرب الفاسي يرجع للمكانه ديالو الطبيعيه، لا ماديا ولا معنويا. ولكن ملي حنا نكونوا غادي كيما هكا، على الاقل حنا هاد الناس ديال الجامعه والمجموع واللجنه التحكيم والمركزيه التحكيم يعاونونا، ما يعاونوناش بشي حاجه يصدقوا علينا، ما يعطيونا غير ديالنا. حنا يعاونونا يعطيونا غير حقنا، ما نبقاوش كل مقابله نجيو نبقاو نشكيو صافي، يعطيونا غير الحق ديالنا. حنا شي طالبين حنا منعم، مرات ومرات 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 تكلمنا على المديريه وعلى هذا وعلى اين هذا الموضوع باقي النقاش. منعم معنا الحاج محمد بناني، يمكن الفجر واحد الموضوع ترنا انا وياك واحد النهار على الخرجات الاعلاميه للكاتب او السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي، والذي اتهم صراحه بزاف الجوانب ومن هذه، واتهم رئيس الاتحاد الافريقي واتهمه وقلنا ودارها الاولى والثانيه والثالثه، وقلنا بانه انا ما خفت حتى حاجه، بالعكس انا عارف اش كنقول منك، قلت له واش كتعطيني خبر ولا كتعطيني فكره؟ قال لي ودي انا كنقول لا، الحق القضاء مكفول لجميع المغاربه، حق يمشيو القضاء فقط، هذا هو السؤال. حنا ماشي حيت ما معناش حكم سي جيد غنقولوا كذا، حنا كنهضروا على قضيه الماس، وانا براسي قلت اودي ماشي معقول ثلاثه البينالتيات بجانب واحد، فاسمح لي راه انا نكون بعيد، قلت لك اودي اللهم انا هذا راه مركب الفريق اللي كيلافع على الصعود. لا لا صعود حق تاخذوا. سي منعم، هل انت مع انه كان سكوت غير مبرر على اطراف اتهمت اعضاء المكتب الاتحاد الافريقي وصلت لهادشي اللي وصل اليوم؟ تفضل سي منعم. انا غتعطيني دقيقه ما غنفوتهاش لك، التوضيح امر مهم جدا، ربما انا سمعتك وكنت حاضر في التعاطي مع القضيه ديال المتولي، الى استاذنتك وخليتيني نوضح لان كان عندي اتصال مع المتولي. حضرت مع المتولي ما يناهز ربع ساعه، وكان في عين المكان وحدث الوقوع الحادث المؤلم، وهضرت انا وياك امين النوف. وهنا غنقولوا جوج خيارات، سواء كان حادث مقصود او حادث غير مقصود عرضي يعني مرتبط بالسرقه، فهو ادانه مطلقه للحادث، هذا الدرجه اولى. لانه حادث كيستهدف مثلا تفكر الاطارات او المسامير ديال العربه الكرو او لي بولون ديال العجله، تعرض السلامه ديال صاحبها للخطر، كما بغى يكون مواطن لاعب دولي فنان، هذا حدث يعني معزول على القيمه والاسم ديال محسن متولي او انه قصد غير مقصود. محسن متولي انا هضرت معاه باش نقولوا شكون معاه بناته ولا ماشي بناته، قال لي ودي كنت عند طول العصي خارج من ديك الكونترول على الاصابه اللي كانت البارح، كنتوجه مباشره عند الاخ ديالو مرت السلطان حدا السينما الزهراء ولا عندكم شي سينما تما باش نشوفو، فكنتفاجئ بالمواطنين كيعيطوا لي تيقولوا لي هبط الدجاج راه عندك البونو ديال الرويده ديالك غادي تلاح، فالصفيره ديالو اوتوماتيك هي انت تريبوندي كتعطيه ملي كتكون شي حاجه ديال الالارم ديال الخطر، فمشات وفرانات بوحده وكان غادي ب 40 حتى 50 لحسن الحظ ديالو، ما كانش في طريق السياره وما كانش غادي مع بناته، وقال لي كنت غادي نتوجه باش نهز البنات ديالي. هذا الحدث خلق لي واحد الهزه نفسيه، لقيته مضطرب بواحد الشكل كبير لدرجه انه هضر لي على المرحوم البوصيري بحال حس بالحكره، بحال انا دخلت باش نلعب في البطوله، جيت من قطر جيت وليداتي باش نلعب مع الرجاء، كاين جمهور كاين سيدات، كنتعرض للشتم كنتعرض للسب كنتحمل هذا الشيء، ولكن من توصل السلامه والاداء سواء كان فعل معزول سارقه او سيدات فهو فعل مشين، خلف واحد الجرح نفسي عند اللاعب، وفعلا اكد لي انه مشى للقضاء والامن انه راه كان في اي مكان، لانه كان في احد الفنادق المقيمه في نادي الرجاء او في فندق امام في الدار البيضاء، والمرآب محروس، ونتمناو ان الاستفاضه تمشي وتضبطوا هاد الناس اللي يكونوا عباره امين المجتمع. انا وياك تنددوا كنرفضوا هذا السلوك الهمجي اللي متاكدين انه جمع نجم كبير، والناس بدات تشاهد وتعطي تاويلات، وحنا ما غنكونوش صدقاء
او واش نخوضوا في النوايا ونعرفوا واش مستهدف ولا ماشي مستهدف، ولكن في العموم ديالو في المجمل ديالو تصرف مشين وقبيح بهذه الجمله. باش نجاوبك يا امين على على لان هذا حنا صار الناس هضرت عليه برا امين، هضرت على السلوك لان المتولي ستار نجم كبير يعني الاكثر شعبيه في المغرب حاليا من بين اللاعبين المحليين هو محسن المتولي، هذا امر معروف. وسيرتو هذا العام مع الظهور ديالو البروز ديالو القوي ما شاء الله يعني بروز بواحد الشكل كبير مع العوده ديالو حلاتو في واجهه. نجاوبك على السؤال ديالك امين، مريت انا وياك وقلنا بان الهجمه ديال السكرتير السابق اللي هو مصطفى عمر فهمي راه خصها جواب. الا ما جاوبتيش غادي تنادى وغادي يمشي وغادي يعطيك كونتراتاك جديد وغيخرج لك الهجمه مرتده. ما تنقولكش انا هو المسؤول على التسريبات اللي هي موقع من موقع النكره، موقع ما عندوش قيمه وما عندوش مصداقيه. هنا انا وياك باش نفهموا باش الناس غالطين، انا لم ارعى ولا ادافع عن المسافر، لكن المسافر ديال جهاز الكاب ثابت بالادله، فهناك اجهزه عالميه دوليه وفي الانتربول على مستوى الفيفا باش تلحق هاد الناس وتضبطهم وتحطهم، ولكن بعد المعطيات اللي جات كتمس الكره المغربيه هي اللي خلات المحرك. هو باش نكمل الشرح مستعطي، راه الموقع اسم ديالو فيفا كولونياليزم، واش عارفين نعم. المعنى ديال الكلمه باش نشرح لهم، هي الفيفا الاستعماريه، هذا هو الكلمه. تفضل. شوف كان عندي اتصال مع المسؤول الجامعي داري باش نشوف رده الفعل ديالو، قلت له هادشي راه ماشي معقول، مرات تجبد الاسم ديال رئيس الوداد، مرات هو رئيس العصبه الاحترافيه، مرات تجبد الاسم ديال رئيس لافيديراسيون، راه خص الناس تخرج تبرز وتهضر. الاجتماع لو 14 فيفري في قطر في الدوحه، المكتب التنفيذي غادي يصدر قرار وغادي ياكد الملاحقه والمتابعه ديال الناس اللي سربت، غير الناس باش تبين الحقيقه السي امين عبرك، وهذا صدق. فكانت اتصالات فاطمه سامورا باش يتحروا منها واش هي المسؤول على التسريبات، فاكدت لهم بانها غير معنيه ذات التسريبات. انا كان عندي اتصال مع رئيس الكاف شخصيا السي احمد حمد، وجهته بهذه الاسئله، وقلت من غير معقول بان كل مره تقابل وتجادل هذه الاتهامات العنيفه، شنو الرد ديال الفعل ديالك؟ الرد الفعل ديالي غيكون داخل المؤسسه اللي انتخبتني الدوحه 14 اللي غيتلعب السوبر مدينة الزمالك والترجي، وغيكون عندنا موقف، وبالتالي ما غاديش نسكتوا امام الاشخاص اللي تجبدوا تنسوا. واكد لي وكان في الحق قال لي بانني تيقرا فيه قلت له المحاكمه الدليل، ولو كنت متورط في هذا الشيء فاكيد هناك قوانين كاين، ولكن هاد الناس هذو في اطار سماها اللوبينغ او الضرب تحت الايجاب، واحد الحمله مسعوره بدات هذه المده، وكنت انا وياك نحن لها وقلنا خص الناس ديال المسؤولين ديالنا، ما كيعنينيش احمد، ما كيعنينيش كونستا اوموري، ما كيعنينيش اشخاص ديال هذه الادابه كذا، ما كيعنيني المسؤولين ديالنا اللي تجبدوا نجيب واحد السياح اللي كاتب مرجع الامور السياره ونادى الناس في الاعلام المصري يتعاطفون ويتعاطون اللي جاب السياره في 17 مع بعض. اعتذر بدل المكان ديالك لان الصوت عاوتاني بدا كيعلي شويه شويه. كتسمعني؟ كتسمعني؟ تفضل تفضل. كيهضروا على اللقب ديال 2017 ديال الوداد، اللاصيري تيهدي سياره من النوع اللي ما غاديش نذكروه، الرئيس الكاف وكنشوفوا الاعلام المصري وواحد من الاعلام الكبار في الاعلام المصري اللي كنا تنتفرجوا فيه على بوخ الوقيته اللي كنا مقيم طلبه، كيضرب واحد الثقه في النفس على ان رئيس الوداد هذا السياره من النوع الفاخر رئيس الكاف. فهنا خص الناس تعرف بان البينه علي من الدعوي يعني على من انكر، الناس اللي المسؤول ديال الوداد بحسب المعطيات غادي تابع قضائيا الاطراف اللي روجت، لان هذه تهمه بالرشوه، تهمه بالفعل القادم. فانا كانت البينه عند هاد الناس بفعل انها في السيره تعطات وفي الميكي ديال رئيس الكاف يثبتوا وتكون ملاحقه ومتابعه الرئيس الوداد باي صفه عطاه، اذا ما كانتش فمن حقه يطالب باعاده الاعتبار وملاحقه قضيه ديال هاد الاطراف اللي تهمت رئيس اللي عنده وضع اعتباري بصفته برلماني بصفته رئيس كبير النادي وبصفته رئيس العصبه الاحترافيه. فهذه اسباب بنت تافهه، فاحنا اذا كانت هذه الاشياء هذه فعلا تعطات وتعطاها الاعلام البراني، انا كنت كنسال ما دورنا كاعلام في التوصل للحقيقه عن طريق الاعلام الداخلي هنا نشوف القضيه واش فعلا كاين ولا ما كايناش، علما بان اصحاب السرقات الموصوفه في الخارج معروفين، اصحاب اللي سرقوا الالقاب، الناس اللي استبدلت الفتره ديال العيسى حياتهم الالقاب على صعيد الانديه والمنتخبات اللي كان كيدخل عندهم كومبيتيسيون يستحي بسرعه ونكون واضحين لا في مصر لا في تونس، وهادشي واضح امين عشناه لا انديه ولا منتخبات. انا هنا لا ادافع ولكن ادافع عن النادي اللي بدا المؤسسه لانه تعرض. باش نعطيك الغرابه والقيمه ديال الغرابه هو انه النهار اللي تكبر هادشي تمنع جائزه الروح الرياضيه للترجي، شيء غريب علما ان الترجي في مرحله من المراحل اللي هو اكثر الانديه مشموعة على مستوى الالقاب بدليل التهامات الداخليه ديال النجوم المحللين توانسه في قلب تونس. فهنا كتقول كيفاش هاد الناس اللي كتفجر هذه الفضيحه ديال التسليم، نادي الترجي كتعطيه الفيفا جائزه الروح الرياضيه، كاينه لعبه عامه، كاينه كولاسه، كاينه اشخاص كيدفعوا في صوره تقييم نادي اللي مشبوه والاساءه الاطراف اللي هي نظيفه اللي هي نادي الوداد البيضاوي اللي ربح لها كوب ديالو امام الاهلي ورأسيات الكارتي لا دوميناسيون في اطار تقلب الدراج العرب واحد لواحد وفي السيطره ديالو هنا بدليل الاعتراف. ولكن وجب الاعتراف واحد القضيه السي منعم باننا ما
ما خليناش واحد ليكار في علاقتنا مع، وكان بزاف ديال الاشهار في علاقتنا مع السي احمد حمد، ولو يكون داك الاشهار هو عفوي ولكن ما تيدارش، ما بقاش نتصوروا بسيد كل بلاصه وكل ما يمكنش هذا الشيء. ما بقاش تصور معاه، جاك ضيف، جاك ضيف دابا حتى هاد الصحفي هذا راه كيعيش في قطر، في تركيا، ما بقاش قطر، مشى لتركيا. هو عنده مشاكل داخليه، عنده مشاكل مع النظام المصري، ومعروف بان اهلاوي، عنده ميولات سياسيه اخرى. هو داك السيد هذا الناس اللي هما انا ما بغيتش نعطيه فوق طاقته لانه معروف متهور، ولكن كلامه علاش باش تدخلني انا ثاني اعلامي كما قال سي منعيم، راه ما خصش تقول، راه هذا غير حماق داوي، راه خاص تكون مصادر قانونيه. كاين مؤسسات، هناك كاين جهات ومؤسسات، لو انه رئيس نادي عادي من حقه، ولكن رئيس نادي ومثل لوكوموتيف القاطره ديال الكره المغربيه اللي دا لقب قاري اللي مشابه لكوب دي موند واللي هو رئيس العصبه الاحترافيه. انا ما غندافعش بك على مستوى الصوره اللي كتلقط تقدر تكون فيها حسنيه، ولكن انا معك كنشوفها ساذجه، لان بواحد الفتره من الفترات ولينا تنتصوروا معاه بجلابه، تنتصوروا معاه في الجامع، تنتصوروا معاه في الطياره، تنتصوروا معاه، يعني مشينا بواحد الحسنيه اكثر من المتوقع اللي من بعد ضرتنا، لدرجه انه هو ضرنا بالتصريحات. فهنا تاكد لك بان المتابعه القضائيه كاينه ثابته، المسطره غتكون، وغادي يتبعوا لا بروسيدير من جهه التسريبات، والمسؤول الاول عليها هذا ميزان. بالنسبه للجامع الملكي المغربي لكره القدم امين سامبونزيون اللي تنظم هنا واللي تيقولوا بانه تمول من مصاريف لاكاف، تمول من مصاريف الجامع الملكي المغربي لكره القدم. هاد الناس كون غير هضروا وقالوا بان الجامعه هي اللي كتعطي لاكاف نقدروا نقبلوها، فملي كتقول لك رئيس الجامعه مول الجنازه ديال الوالد حفاري من مصاريف ديال لاكاف، غير مقبول. لا شي ما يدخلش الراس هادشي، ما يدخلش. وإذا كنت كتقول بان تعطات فلوس لحفاري باش يمثل المغرب، حفاري تيلعب هولندا، ورئيس الجامع الملكي المغربي مول الجنازه ديال الشباك، مول المصاريف ديال التنقل اللي ديال هبتي وديال الحداوي اللي مشاو للجامعه، ما نكروش نقول هادشي باش نقولوا باننا من الاسطوره. لا، انا كنقول لكم عطاونا غير حجه تثبت بان الجامعه ورئيس الجامعه او فوزي القجع متورط في محاسبات او ارقام ماليه مش مهم شي، ولكن الامور اللي عطاو امور تافهه، امور كتعكس بان الناس اللي حاولوا يسربوا حاولوا يسيئوا الاشخاص، ولكن ما عرفوش. نعم. لا كوب دافريك الشان اللي تنظمت المغرب، المغرب فيها 13 مباراه. المناظره بالنسبه للمناظره ديال الكره الافريقيه وغير المؤتمر كيحتضنها تنفيفا صرف فيها المغرب من جيبه، يعني المغرب راه كيعطي لاكاس ماشي خدم لاكاس. هذا ما نقدرش ندخل نقول لك علاش عطى لاكاس وعلاش ثاني، لان دي مرتبطه بسياسه خاصه، مرتبطه بامور اللي كبر منك. ولكن انا هنا كنقول لك علاش افخاك يتجبدوا، كاينه متابعه، كاينه ملاحقه، وكنظن اللي نقولوا سي منعيم اللي نقولوا هو ان الناس كتقول لك لا حق راه غير ذاك فيفا كولونياليز كيتكلموا على نيويورك تايمز وواشنطن بوست. هاد القضيه كتحيدنا واحد النقطه كنا قلنا لك شحال هادي، هل جياني انفانتينو والفيفا يضغطاني على الكاف والمكتب التنفيذي ديالها لتمرير المشروع اللي جابه جياني انفانتينو، ولو انه انا مثلا نقولش راه الكاف كلشي عارف بان هناك فساد، هذا باعتراف اعضاء الكاف نفسهم بان هناك فساد داخل اجهزه الاتحاد الافريقي، انما هل جياني انفانتينو كيستعمل اللعب الكبير كيف ما داروا قبل، لان نفس الصحيفتين هما ما نشروا فساد الفيفا، هما اللي نشروا ما وقع في كذلك الاتحاد الاوروبي، كينشروا كيقرصوا شويه الاتحاد الافريقي. تفضل منعيم. امين تفضل. انا باش نكون واضح معك، الفيفا دائما ترعى المصالح ديالها، المونوبول ديالها اللي هو ارقام ماليه. الفيفا ما عندهاش مصلحه في كاس افريقيا تنظم كل عام، الفيفا هي البروجي ديال 20 فرقه في كل ديمون دي كلوب اللي غتلعب كل عام، اللي غتولي عباره عن واحد المشروع مالي مربح في ملايين ديال النجوم، وبغاو يحاولوا يجيمناستيكين يبعدوا لكوب افريقيا كل اربع سنين، وهذا الشيء اللي ما قدرش يقولوا لكوبا امريكا جيبوا لها الافريقيه. وانت هضرتي على المستعمره والاستعمار، فعلا جا لهنا الماموره وطلب منهم باش فاطمه ساموره تمارس النفايه ديالها واحد الفتره تكنولوجي واحد 6 شهور اخرى، دخلوا داروا الاجتماع ردوا عليه مباشره، هو كان التقى لبودابست مشى لهنغاريا باش يحضر المؤتمر ديال الجمعيه المغربيه للصحه الدوليه لاين بيس، وقالوا ليه بانه المؤتمر التنفيذي كيرفض هذه الاستيداد وزاد 6 شهور سالات في الولايه ديالها الموندا ديالها، حنا ممكنناش تبقى تمارس علينا الوسائل تمشي بحالها. ردة الفعل ديالو فعلا كانت عباره عن التهويل لخدمه مصالح، لان هناك انديه انجليزيه، انديه اسبانيه، انديه فرنسيه تشتكي من نجاح اكثر من 170 لاعب محترف، منهم ديكلاراسيون ديال كلوب اللي هضر قال لك انا نمشي لساديو ماني لا بيسيكا، لا مشى لي اللاعب محمد صلاح، فما بقاش ناخذ لعبه من افريقيا. فانا كنقول لك هنا فعلا توجه حمايه مصالح الانديه العالميه بالضغط. انا ما كنقولكش يضغط على الكاف باش يقول بانها فاسده وهي ما فاسداش، الا تمكن فساد على الكاف يجب تسمية الاشياء بمسمياتها، ولكن وفق المعقول والمنطق. الكاف امين فاسده منذ زمن بعيد، منذ الولايه السابقه، تموت ديال حقوق النقل التلفزيوني ديال 2029، يعني ديال الدوره الافريقيه كامله اللي هو امر غير مقبول. الكاف خدم العقد مع لاكاردير
قالت لي كيف بانكم في السكواد العقد وجبتكم سبونسر واحد اخر ما جابش، قال لي عمر غتعرف انا كنوعدك غتعرف لو 14 فيفري الدوحه واش كتب لك هذا الحرب اللي متي ما تخافوا هاد السيف اللي غدير فاطمه سامورا بغاو يديروها على الاتحاد الاسيوي رفضها بحال ما كتقول بان الفيفا غدير القبضه ديالها على جميع الاتحادات العالميه، فهذه دخلت في اطار لعبه ديال الترهيب ولعبه ديال الضغط ولعبه ديال التهديد ديال المنتخب. الى هنا حنا كنعطيو ما هو واضح وما هو خفي، ولكن اكرر باش الناس تفهم حنا ما كندافعوش على لاكاس، عارفين بان لاكاس مسوسه من الداخل وفيها فساد قوي قوي جدا وتمسكينا فيه حنا كانديه. انا كنقول لك من كنت اطراف مغربيه فهنا جوج حلول قلتها انا ويقيم في البرنامج يخرجوا يدافعوا على راسهم ويخرجوا يواجهوا ويخليوش لان ذاك السكرتير ديال الكاس السابق تحداهم تبع القجاج هي وضع النصيري قال لهم كنتحداكم بانكم تمشيو تقاضيوني وتمشيو تدعيوا على وجه دابا نورمالمون والا الا بغاو الحق خصهم يقاضيو ما خصوش يبقاو مخبين ويقولوا خليه يدوي راه غير احمق ما يمكنش شيء ما يمكنش هادشي دابا ما يمكنش يبقاو يقولوا خليه يدوي راه غير احمق هادشي ما يمكنش لا ما يمكنش احمق شوف هذه اسماء ترمز الى مسؤولين بارزين داخل اجهزه وسيط وسير كره القدم المغربيه انا غير ما يدخل ليش راسي باش يقنعني واحد ونتبنى طرح ديال الصحافي المصري تنطق وتدير يوتيوب وكيدير بوز وغنتبنى الكاس وغنديو التاسعه ومرحبه ديال الكاس التاسعه الامور بنفسها تتريزوني راه كيما بغيت نقول الحالات باش نديرو ويداد فريق اللي فاز 2017 المغرب مدرب مغربي اللي هو عم موسى اللاعبين المحليين اللي دار الوداد كلهم من الحارس العربي حتى الاوناجي المغربيين ما كنعاودها ولا اترونجي فما ما نحاولوش نسقطو في الضغط لان الكوب بداتو الوداد عن طريق هديه صحي فتافه هذا كانت هذه الهديه يتابعوا رئيس الوداد بالفعل الا كانت هذه التصويره خرجت على الحدود ودارت من الجمارك يتابعوا ولكن الا كانت هذه الادعاءات كلها باطله فمن حق رئيس الوداد باسم انه رئيس الوداد ورئيس مؤسسات الوداد ونظافه السجل ديال الوداد اللي هو طرف مطلوب ولان الحكم انا نسولك سؤال انا راه بطل احمد شنو هو الموقف ديالك في الوداد واش غتكون في مارس باس غتمشي تشد ولا ما غاتشدش غادي يدخل يخرج معايا الهضره قال لي دابا حنا الامور انا لا تعيطوا لي ولا ما عيطوش لي وغادي نشوف مع الاجهزه ونشوف كيفاش ندير فتتمنى هذا اخر حظ عند الوداد الاهلي في لوفا مارس اللي هو اخر حكم ديال الباس ديال الوداد التاريخيه الناس باش تفهم راه كاينين الابطال الاولمبيين خدوا ميداليات وداز 6 سنوات و10 سنوات وتجربوا ما كنبيعش الناس هو نقول لهم غادي يجربوا الترجي من لقب ولا غيحيدوا لكم بالمهم شتي الناس تعلم غير الحق قول لهم الوداد الظلم فهذا انتصار التاريخ وانتصار النظافه ديال الكره فنتمنى حمد تقول الوداد الشهاده نظر بينه وبين المندوب وعندك هنا رئيس ادك المندوب اللي جعلنا هنا في كاس افريقيا في الصلاقيه اللي كانت في العيون اللي هو ولد احمد السياني فهو شاهد على انه لقات هذيك وجات برنامج تلفزيوني في قناه مغربيه واكد بان كانوا مكتوبين كيعرفوا لك الناس يقول لك واش عرفتي التهديد وماذا دار في المباراه وفعلا علاش ما كانش الفار يعاودوا يجيبوا السيناريو ولو يخدم غير مصلحه الوداد يقولوا بانه فعلا تعرض للظلم ولم ينسحب الوداد من هذه المباراه هذا احقاق للحق باش نبقاو نروجوا الناس اللي فاسده الناس اللي دات القاب عن طريق السرقه القاب الانديه المغربيه وردوا من دار وتهموا الانديه المغربيه فهذا غير مقبول الاجهزه والاشخاص لا القطاع ولا الناصرين يتحملوا مسؤوليتهم يدافعوا على راسهم ولكن انا اؤكد بان هذه لعبه قادره بهالات وضرب كره القدم المغربيه والمؤسسات الصاهره عليها اذا كان السكوت مره اخرى منعم هل هذا يعني بانه انا لا اقبل هذه انا كان السكوت ما بقاش عايش في البرنامج نعم انا كان السكوت ما بقاش معايا في البرنامج وغنقول لك لان ملي كيسكت الانسان على الاولى والثانيه والثالثه وكتمس السمعه ديالو هو تيمثل البلد داخل اجهزه القرار فالامور كتولي غير مقبوله هذا اللي دعاهم هذا بليتي هذا الليبيري اللي هو مطرود يوقف 10 سنوات داخل الكاس يتابعوه لانه ما يسار على هذا الموقع مواقع اخرى برزت داخل تابعه للكاس فيفا مسخره من طرف اجهزه كتتابع اشخاص فانا كنقول لك صعيب تجي تبقى تتابع هدف الامريكان وهدف المكسيك وهدف طيران ولكن الا مشاو ورصدوا المصدر اللي كيسرب هذه الوثائق اللي هي وثائق تافهه ممكن تقول لك الجنازه ديال حسام تما غير من طرف الكاس الناس خاصها توعى يتابعوا هذه الناس على الاقل اذا ضربت شي واحد من الناس الاخرى غترجع غتدخل للصف بما فيهم الاول واحد اللي ترى هادشي هو عمر فهمي يكيفوز هذا عمر فهمي تحدى ما كيفوز الا كان عنده استاذ مع احمد يصفيه الا كان يتهموا بالتحرش الجنسي يصفيه الا كان يتهموا بالفساد يصفيه ولكن باش تمس الانديه والمسؤولين المغاربه هذا غير مقبول ما دافعوش على راسهم انا شخصيا ما بقاش نهضر على هذا انا كنهضر من منطلق مغربي من منطلق تهمني المصلحه ومن منطلق انني متحرش قلت لك انا هضرت مع رئيس الكاب شخصيا وهضرت مع المسؤولين قلت لهم واش غتدافعوا ولا ما تدافعوش قالوا لي بان كاينه مسطره اللي غنخرجوا غنهضروا في لو 14 اللي غتكون في الدوحه السوبر غنصابهم هنا لو 14 ونشوفوا لا بروسيدور اللي غدير ونشوفوا ولكن انا وياك كنريزون الامور كنوزنوها بميزان العقل اللي قابلين وقابلين اللي فساد راه فساد اللي ماشي فساد راه بين عمر فساد نعم وهذا كلام واضح ونتمنى ان شاء الله لي بروسيدور اللي غتكون في ملف ما بقاش ملف دابا عادي نختم معك خويا امين نختم معك الله يسر عليك حيت كيوصلني الهاتف بلغت لكم الروايه المحسن يتولي بامان وبصدق هادشي ديال المحسن يتولي نساو بان سميتو محسن يتولي راه جاوي نساو بان تضرب قديم حسوني ولادي
فالله يرحم لكم الوالدين عبر ان هذا البرنامج ديال القيم اللي كيمر لكم رسائل قيمه عباره عن وازع اخلاقي صهباوي الناس تخفف شويه الحده ديال الاحتقان وبعض الفطريات اللي نبتات وللاسف تروج للسموم. اتق الله مقربين رمضان قربنا على شهور اللي حرم ورجعوا خلوا الكره تلعب التيران والفيستيفال بحال اللي شفنا البارح الكومبلكس طاب دونور نشوفوا الريبورجا وبعدوا على هذا ديال الناس والضرب ديال الاعراض وهذا اللي ديما اختارت فينا اللي تولي اختارت مع داخل الملعب طلع الملعب وسيت يعني ودير الصفا اختارت مع السوني ولا مع الدارتي داخل الملعب خرجوا من الملعب كنولي امه واحده راه حنا زعما خوت وهذا الشيء هذا مؤسف لا صحه لي لا 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 لا, لا جمهور لا ثلاث ولا ترشح انا بنزيد كيان من وراك الشيء هضرت على المستوى اننا التدوير او التغيير نحاول نتخلصوا من هذا الشيء هذا لان بان واحد الناس بحال ما نستنتجوا بحال ما مشات الامور فوندالور بحال غادي واحد الدوره اللي صعب تحكم فيه فخلي الناس ما تعادوش في العرب ديالهم يروحوا يحسنوا تولي راه عندهم جوج بيتات ولا ثلاثه جات خدم قطار باش يصدر الفرجه ونحييه اللاعبين الاخرين كذلك ونحترموا بعضياتنا وخاصنا تبقى داخل المستطيل الاخضر. تحياتي وشكرا على الرساله القيمه السي منعم. شكرا لك شكرا معنا وعطيتينا من وقتك. تحياتي لك السي منعم بالمقدم في موضوع مازال غنرجع له لانه انا لا اصادر الاراء ولكن لا لان السي علاء صديق معروف متهور كما نصادروش هو انا معليش حق نصادرو يعني ولكن كما قلت السي منعم انا غنعاود نسال الناس مسؤولين هل اذا سكتهم واش هذا ما تيعنيش بانه راه بحال كتخليو باب التاويلات مفتوح لان في باب السوق نرجعوا للماس والحاج محمد بناني معنا الان اقرار بان كان ظلم الماس ثلاث ضربات الجزاء و يعني الناس لعبها الصعود تعرف كاين واحد الان واحد شغف كبير عند الجماهير انا تيجيني دابا الخصم دابا الوحيد عند الماس هو الظروف اللي كتلعب فيها هي الملعب. هل عندكم تطمينات بان الملعب غادي يفتح؟ قالت لنا انا نزيد واحد 5 دقائق في البرنامج اذا سمحتي باش نحل نناقشوا هذا الموضوع بما اننا كنستغلوا عندنا واحد ديال الماس لان الرئيس يقول لي صراحه لا يتواصل السي الجامعي مع احترامي الشخصي لا انا اقدر واعزك لا 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 انت انت بعدا نجاوب على السي الجامعي اولا السي الجامعي حيت ما كيبغيش يشوف ديك الخرجات لان واحد الانسان واحد الانسان اللي كيشتغل بصمت وعاطي اكثر من وقته واكثر من جهده بحيث مر من ظروف خايبه عنده واحد الوليد الاول الله يشافيه له وعاش معاه ظروف خايبه رغم هذاك الشيء كنعطي واحد الوقت كبير للمريض الفاسي في الصراء والضراء ما خصناش الحمد لله كنتشرفوا بحضورك يا سي منان بارك الله وشافينا الحمد لله راه كاين معروف بانك كتحبوا الماس بدون لا مصلحه ولا الناس اللي كيدوا على الماس كما كاين الناس كيدوا على الفرق ديالهم اللي حقوا المشروع هذاك غير حنا اللي يمكن لي نقول بان الملعب الحسن الثاني جاهز جاهز 100% واللي اكثر من هذا في هذا المنبر ديالكم السي اسماعيل الجامعي من مالو الخاص كمل الاشغال ديال ملعب الحسن الثاني باش الجماهير ديال المغرب الفاسي ترجع الوقر ديالها. حنا اليوم كنقولوا ان شاء الله يمكن ان شاء الله الرحمن الرحيم المقابله ديال نادي القنيطره نلعبوها في فاس لان الملعب اتمنى ذلك للفرجه اتمنى لان الملعب اليوم جوهره. السي محمد عبر المنبر ديالك انا شفت مقابله ديال واد زم الوداد البيضاوي لما تشوف الملعب ديال واد زم كتلعب فيه مقابله ديال القسم الوطني الاول بذاك الشكل وتشوف الملعب ديال المغرب الفاسي اليوم راه واجد جوهره وما تلعبش كيقول لك لا الدواعي هذه لا ما كاينش انا ما فهمتش حتى واش بغيتي تدير المشكله ديال مع الفنان ديال واد زم لا حاشا ما عاد الله لكن حيا نلعب في واد زم والملعب ديال الملعب واد زم راه الناس دايرين المجهود ديالهم ولا بغيتوا الارضيه لا لا على المحيط ديال المركب لان باقي ما كانش وكنبغيهم يلعبوا في المركب ديالهم في الملعب ديالهم ما بغيتوش يلعبوا خارج الملعب ولكن كنقول لك انا غير في المواصفات مواصفات حنا المهم ان شاء الله نتجاوزوا هذا السمو ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم الاسبوع الجاي نستقبلوا فيه النادي القنيطري لان عندنا 90% ديال الامل باش نلعبوا مع النادي القنيطري نستقبلوها في الملعب الحسن الثاني وان شاء الله الملعب الكبير مازال ما الملعب الكبير انا كنظن حتى للسنه المقبله ولان ان شاء الله نحتفلوا به بالصعود ديال المغرب الرياضي الفاسي لان جماهير المغرب الرياضي الفاسي ما يقدرش الملعب الحسن الثاني لان حقق ملعب ديال 5000 ديال المتفرجين راه ما يقدش المغرب الفاسي راه كيتبعوا الالاف والالاف وكل شيء باقي عاقل على النهائي ديال الاتحاد الافريقي راه كان الملعب فيه 60000
ديال الجماهير اللي كانت داخل الملعب واللي كانت خارج الملعب، راه اعداد اللي ما نقدرش نوصفها لك، والكل كيعرف شحال العدد ديال الجمهور ديال المغرب راه في فاس، لا في مدينه فاس ولا خارج مدينه فاس. وانا كنتمنى زعما حظ موفق لجميع الفرق اللي كت اللي كت اللي كتلعب بواحد النزاهه، واللي بغات تصعد واحد الصعود اللي غيعطي واحد الاشعاع لكره القدم. ما حتى شي اللي كيطلع بالرشوه غيهبط بالرشوه، شي باش نكونوا واللي موجد راسو وباش غادي يصعد مرحبا به. وبغينا نشوفوا الفرجه اللي كانت شحال هذه، انا نشوفوا انا ان شاء الله كنتمنى باش ترجع الكوكب وترجع النادي القنيطري وترجع النادي المكناسي ورجع الفرق اللي عندها اللي حقيقه اللي كنا كنتفرجوا ملي كنا صغار كنا كنتمتعوا بكره القدم. علينا بخصوص قسم تاي دائما، اليوم تعاقد فريق شباب المحمديه مع محمد امين بن هاشم كمدرب جديد. اشاره محمد امين بن هاشم عاش الصعود مع فريق اخر اللي هو اتحاد طنجه، لما كان مدرب اتحاد طنجه سي محمد امين هاشم، والقسم الثاني كان درب قبل شباب هواره ودرب اتحاد طنجه في تجربه اولى في القسم الثاني، ودرب من بعد كذلك دائما في القسم الثاني اتحاد بلديه 8 مليون اللي كترجع به التجربه الان الى شباب المحمدي اللي هو من المنافسين ديال الماس على بطاقه الصعود هذا الموسم. تحياتي للحاج محمد مناني، شكرا للحضور، شكرا للمنبر، مرحبا بالماس دائما، الله يبارك فيك، فريق الكبير ذو الجماهير الكبيره والعريقه، وشكرا انتم على التواصل، ونتمنى ان شاء الله نجيو نحتفلوا معك هنا بالصعود ان شاء الله. مرحبا المنبر عندك. مرحبا. تحياتي السي خير فرحان اللي كان معنا في المباشر، وانتم اللي كتابعونا غادي ان شاء الله حلقه اخرى مواضيع اخرى. الى غدا ان شاء الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتلاقاو معكم باحسن الظروف. MDGS معا بروح رياضيه.